هناك مصلحة سياسية بأن تحمل الفصائل مسؤولية أي عمل من هذا القبيل. نحن الفصائل تقول مو احنا، واجب الجهات الحكومية سواء في إقليم كردستان أو في الحكومة المركزية الاتحادية أن توضح من الذي يقف وما هو الخرق الأمني أو الفجوة الأمنية التي يدخل منها هؤلاء. بكل تأكيد أستاذ حسام، أنا ما أتهم الفصائل المسلحة بدون أدلة، هذه مسؤولية الحكومة والأجهزة الاستخبارية، لكن كمحللين نقرأ الأمور من خلال أسلوب الاستهداف، من خلال الوسائل المستخدمة، هي وسائل استخدمت في السابق من قبل الفصائل المسلحة، هذا من جانب. من جانب آخر إذا ذهبنا إلى الرسائل السياسية، ربما أتفق نوعا ما مع ما تفضل به أستاذ عماد بأن دخول هذه الفصائل المسلحة، وأنا أسميها السلاح السياسي، عندما يخوض الانتخابات وهنالك تقصير بعدم تطبيق قانون الأحزاب السياسية، ربما تشعر هذه الفصائل المسلحة بأنها ليس بمقدورها أمام إجراءات فنية قامت بها مفوضية الانتخابات تمنع التزوير إلى نسبة كبيرة، وهي متجهة إلى ارتكاب جرائم انتخابية كما كان يحصل في السابق لكي تضمن مقاعد أو تضمن حصة في البرلمان المقبل. أقول بأنه أمام هكذا إجراءات تقوم بها المفوضية والحكومة والرقابة الدولية، أعتقد أنها تدرك جيدا حجمها ويعني انحسار نفوذها وانحسار تأثيرها، وبالتالي هي تذهب باتجاه هكذا أعمال من أجل أن يأتي الرد الأمريكي أو الرد من قبل أي قوة أخرى، وتوظف هذه العملية ويوظف هذا الاستهداف على أنه مادة انتخابية من الممكن أن يسوق، لأن إذا تحدثنا عن البرامج الانتخابية وما تتحدث به الفصائل والأحزاب المرتبطة بها هي قضية واحدة وبعيدة عن بناء الدولة، بعيدة عن كامل تطلعات أبناء الشعب العراقي. جيد. من جانب آخر أعتقد أستاذ حسام لو سمحت، هنالك ترتيبات على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي فيما يتعلق بعلاقة هذه الفصائل المسلحة مع إيران، ولاحظنا من قمة بغداد ومن الاتفاقات التي حصلت والعقد الذي حصل مع الشركة الفرنسية واتصال الرئيس الفرنسي مع الرئيس إبراهيم رئيسي وزيارة رئيس الوزراء اليوم إلى طهران، يأتي في إطار وساطة أو تسوية في المنطقة أو تسوية للصراعات، إبراز المصالح أو إشعار إيران بأنكم لديكم مصالح إذا ما انخرطتم في هذا الترتيب الإقليمي الدولي الذي سمته بناء السلام أو تخفيض الصراعات. وبالتالي أعتقد أنه الفصائل تدرك، ليس الآن، تدرك سابقا أن إيران إذا ما تصدرت مصالحها مع أطراف أخرى فهي تستخدم هذه الفصائل كأوراق ضغط، ومن المحتمل أو من المرجح جدا أن تتنازل عنها إيران عندما تتصدر المصلحة الإيرانية. جيد جيد سيد مهند، صعب الموضوع مو بهاي السهولة، إيران ما تتنازل عن حلفائها بهاي السهولة، خصوصا من تعاون معهم في وقت الشدة، لأنه بالأخير ما فيها المصالح تكون مصالح حساب إيران دولة إقليمية، ما هي المصلحة ذاتها، لأنها دولة قومية تخلينا نقول انه هي ما تتنازل عن اذرعها بسهوله، وهذا التاريخ خبرنا عن ذلك.